السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا فيديو جديد في درس التكبير والتصغير والإزاحة. هذا هو الفيديو الثاني في هذا الدرس من الصفحة 127، الجديد في الرياضيات دائما الطبعة الجديدة. التمرين الأول، أحدد مقدار تكبير المربع الأزرق ليصبح المربع الأحمر، وأرسم تصغيرا للشكل واحد بمقدار 1/4، وأرسم تكبيرا للمثلث بمقدار 5. أولا سنحدد مقدار تكبير المربع الأزرق ليصبح المربع الأحمر. هنا كم لدينا من خانة في المربع الأزرق؟ أحد أضلاعيه هي 1، 2، 3، 4، إذن يحتوي على 4 خانات. أما بالنسبة للأحمر فإن 1، 2، 3، 4، 5، 6، هنا لدينا 6 وهنا لدينا 4، إذن التكبير بمقدار 2/4. هذا هو تكبير هذا الشكل. لدينا سنقوم الآن برسم الشكل التصغير، الشكل الأول بمقدار 1/4. إذا كل 4 مربعات سنمثلها نحن بمربع واحد، سنحصل على الشكل التالي، وهكذا يتم رسمه. هنا أرسم تكبيرا للمثلث بمقدار 5، 5 أي كل ضلع هنا سنضربه في 5. لدينا الضلع الأول 1 سنضربه في 5، 2 في 5 هي 10 مربعات، ثم 2، ثم لدينا 10، 10. التمرين الثاني أو ليكزارسيس نيميرو 2، جو ركوبي لو ديسان و جو تيرمين لو ديسان دو شاك فيغور. On a première figure. Voilà. Voilà le dessin. Figure symétrique de 1 par rapport à l'axe vert. Là, le dina, un محور تماثل أو شكلان متماثلان. On a l'exercice ou la partie 2 de l'exercice numéro 2. Figure translatée. هكذا سيتم الرسم، ثم الشكلين الآخرين سيكونان متقابلان، سنحصل على هذه النتيجة. وهذا هو التمرين الثاني. هنا لدينا خلاصة، إزاحة مماثل الشكل واحد بالنسبة للمستقيم الأحمر بموازاة هذا المستقيم. هنا لدينا تماثل المحوري، وفي الجانب لدينا الإزاحة. التماثل المحوري الذي يكون لدينا شكلان، الأول يكون بالقرب من الثاني أو أسفله، ويكون عند محاولة طي الورقة، عند رسمهما في ورقة محاولة طيهما نحصل على شكل واحد. أما الإزاحة فهي يكون إما واحد قمنا بإزاحة نحو الأعلى أو نحو الأسفل. ثم تكبير الشكل، نعتمد في تكبير الشكل على القياس، دائما نحترم القياس، سواء نقوم بتكبيره في 2 في 3 في 4 إلى غير ذلك، أو تصغيره نقسم على 2 على 3 على 4 إلى غير ذلك. هذا هو ما نعني به تكبير الشكل وتصغيره. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.